جدا الاستاذ باسل السيسي نائب رئيس غرفه شركات السياحه، وان شاء الله باذن الله دي الضوابط المصريه تضعها السلطات المصريه والمختصين في هذا الامر، وان شاء الله الحمد لله العمره فتحت باذن الله. خلينا من هذا الخبر الى خبر اخر. الحشاش لما يكون فايق تعيش معاه احلى دقايق. دي مش قصيده ولا مقوله انا بقولها، ده منشور يتسبب في وقف قارئ قران. ليه بقى؟ عمل ايه؟ خلينا بقى يوضح لي اكتر الشيخ محمد حشاد نقيب القراء. مساء الخير يا شيخ محمد. مساء الخير على حضرتك، اهلا وسهلا. فعلا يا فندم قررت نقابه محفظ وقران القران الكريم في الجمهوريه بوقف عضويه الشيخ ده. نعم نعم، حدث هذا اليوم. ايه اللي حصل وايه الحكايه وايه الروايه يا شيخ محمد؟ والله يا سعاده الباشا، هو زي ما ذكرت حضرتك، هو انا لقيت ناس بعت لي فيديو بيقرا فيه قران كريم من اول سوره الحج والقران غير منضبط. تمام. فيعني فكرت كده ان احنا نجيبه ونوجهه. فلقيته حد لفت نظري ثاني قال لي لا ده مش القران بس، ده كاتب حاجه ثانيه. كاتب ايه؟ قال لي كاتب الحشاش لما يكون فايق تعيش معاه احلى دقايق. فطبعا ده شيء معيب جدا 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 لواحد بيقرا القران الكريم. طبعا قرر النقابه قررت فعلا بفصله يا فندم؟ لا، قررت وقف عضويته واستدعائه للتحقيق يوم 18 ان شاء الله امام اللجنه الفقهيه والمتابعه. بالمناسبه يا شيخ محمد، مش من المفترض يعني ان هو واقف عضويته فقط، ده من المفترض ان الموضوع يتحل النيابه العامه. بس ملحقه معاه، ما احنا عندنا يعني ما يمكننا من احالته للنيابه العامه. بس الاول انا اعلم ذلك، عشان كده يا فندم باوصي بالكلام ده. نعم نعم، وصيتك في محلها، وصيتك في محلها ان شاء الله سيحقق معه في الكلام اللي هو قاله، ويحقق معه في القران الذي كان يقراه، لان احنا عندنا لجنه متابعه بتسمع الفيديوهات المخالفه. يعني بدل ما هم واحده هيبقوا اثنين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا فندم. الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، بشكرك جدا يا فندم. لسه بنتكلم عن مهرجانات ومؤدين المهرجانات والاسفاف اللي بيقولوه يطلع لواحد شيخ، اعوذ بالله. من المفترض فعلا احنا مش بنتصدى لمؤدين المهرجانات، الناس اللي بتهاجمنا ان احنا بنتصدى لمؤدين المهرجانات وبنقف مع هاني شاكر بس، الفنان هاني شاكر بس، لا، احنا بنتصدى لكل ما هو مخالف في الدوله المصريه. قارئ اهو، قارئ للقران، بنتصدى ليه وبنوصي احالته للنيابه العامه. خلينا قبل ما اختم بيكم حلقه النهارده اللي سعيد بيها بوجودكم معايا ومشاهدينا الكرام، كان في طلب